أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات التعليم الفندقي في ساعة جديدة من ساعات التعليم الفني. حابب أسترجع معكم بعض العناوين عن الحلقة اللي فاتت، وهنبدأها عن بداية خدمة الأغذية والمشروبات في الفنادق والمطاعم الحديثة. واتكلمنا عن العنوان ده، قلنا إن في أول سنة 1935 أصبحت أكبر صناعة في صناعة العالم هي صناعة الفنادق، حيث حققت أرباح عام 1951 1.7 مليون دولار. ثم أنواع عمليات التغذية المختلفة، وقلنا إن فيها عمليتين لأنواع التغذية: عملية التغذية التجارية وهي الرابحة، بحيث إن المطاعم المستقلة اللي هي خارج الفنادق بتحقق أرباح أو سيولة مالية، زائد المطاعم اللي جوه الفنادق نفسها بتشتغل على المادة برضو أو عامل الإيه الفلوس، سواء دولار أو مصري. بعد كده نتكلم عن المطاعم عمليات التغذية الغير هادفة، وقلنا الغير هادفة زي المصحات، المستشفيات، المعاهد الحكومية، المدارس. العنوان اللي بعد كده أنواع قوائم الطعام، وذكرنا عن أنواع قوائم الطعام قلنا فيها 3 أنواع قوائم الطعام: قوائم الطعام المحددة، ودي عاملة زي السيت مينيو، بيبقى طبق متفق عليه من الأونر أو صاحب المكان، سواء برضو إذا كان مستشفيات أو معاهد أو مدارس. تمام. عندنا القائمة التانية قوائم الطعام الشبه محددة، ودي بتبقى في مطاعم معينة، بتبقى يا إما بينزلوا أطباق من كورس، يا إما سمك يا إما لحمة، والعميل بالرغبة بتاعته ممكن يختار أو يبدل بين السمك أو اللحمة، فعشان كده سموها شبه محددة. نيجي بعد كده القائمة الثالثة اللي هي الغير محددة، والغير محددة دي في الغالب بتبقى في المطاعم الـ5 نجوم، بمعنى ان في الاول حاجه في الافريج بتاع في الاغذيه والمشروبات الفود اند بافريج بتاعها، في البافريج بنتكلم عن المشروبات، بيبقى عندهم حاجه اسمها نون الكحوليك، ده بالنسبه للسوفت درينك. السوفت درينك اللي هو سودا وتونيك وكولا وكل الانواع الايه السوفت درينك. بعد كده نيجي نتكلم عن الالكحوليك زي الخمور والديجستيف والابريتيف والليكير، دي اسمها فواتح شهيه. فعندنا ايه جميع الفرايتي في الايه في المشروبات. نخش على قسم المطبخ او المنيو بتاع المطبخ، بيبقى فيه المشهيات وفي الصلصات وفي المحمرات وفي السوب وفي جميع الفرايتي اللي نقدر نختار منها، فعشان كده سموه غير محدد. فالعميل هنا ممكن يختار طبق سمك، ممكن يختار لحمة، ممكن يختار أي طبق هو عايزه من المندش ويحطه في المنيو، فعشان كده سميت بإيه بغير محددة. نخش بعد كده على أنواع المطاعم التجارية، وهنقول فيها بتقاس درجة الـ5 نجوم بتاعتها أو الـ3 نجوم أو الستارز بتاعها من حيث الحجم، تاني حاجة الملكية، تالت حاجة الموقع، رابع حاجة قيمة الشيك. فقيمة الشيك لو عالية نعرف إن المطعم ده 5 ستارز أو 7 ستارز، لأن بتقدم أطباق إيه مين كورس عالية الإيه السعر. لو الشيك بتاعته ضعيفة أو قليلة يبقى المطعم ده فاست فود، بيبيع إيه ساندويتش أو إيه بيتزايات أو الحاجات اللي هي أسعارها رخيصة. بعد كده نتكلم عن خدمة الغرف، وخدمة الغرف قديما كانت بتحقق أو بتعمل مشاكل كتيرة جدا في سمع الأوردر من الويتر اللي بتلقى المكالمة من الجست أو من العميل في الغرفة بتاعته، فممكن يسمع اسم الطبق غلط، ممكن العميل نفسه يمليه طبق غلط مكان طبق تاني. فاتغلبنا على المشكلة دي في العصر الحديث، إن احنا وضعنا جنب كل طبق في المنيو رقم. يعني مثلا لو الجست عايز تشيكن مشروم، فبيقول له ايه انا عايز تشيكن مشروم رقم 4 في المنيو. فكده حلينا جزئيه الايه المشاكل اللي كانت بتتم قديما في خدمه الغرف. بعد كده خدمه الحفلات والمؤتمرات. خدمه الحفلات والمؤتمرات فيها شقين، الشق الاول ممكن يعتمد على ان الاونر صاحب الحفله اللي في الفيلا مثلا او في المكان اوت سايد خاترينج او عاملينه داخل الفندق طالب الطبق بتاعه سيت مينيو. سيت مينيو يعني ايه؟ يعني طبق محدد، فبينزل للجست او جميع الافراد في الحفله طبق معين هو متفق عليه، وبرده شوربه معينه وبرده سلطه معينه وبرده ابيتايزر معين او فاتح شهيه معين، وده ايه بيبقى متفق عليه. يا اما اوبن بوفيه، والاوبن بوفيه برده بيبقى حوالي 3 اصناف او 4 اصناف متفق عليهم، فما ينفعش فيهم ايه تغيير المنيو، وكلهم بيتقدموا في وقت واحد في ان واحد. نخش بعد كده على نوع المطابخ، ونستعرض مع بعض شكل المطبخ الحديث. ده منظر المطبخ الحديث، وبيتم فيه عرض شاشة لتلقي الكابتن اوردر. قديما كان فيه الكابتن اوردر بيبقى مانوال، بيقف قدام الجست على الترابيزة الويتر او الكابتن، وبياخد الاوردر بتاعه: اتفضل يا فندم، حضرتك تطلب شوربة ايه؟
تطلب طبق من كرسي ايه، تطلب ميه معدنيه ايه، تمام، وبيتم ايه كتابه الاوردر وتقفيله، وبيتعمل من 3 نسخ، وبيتحط نسخه عند الايه مطبخ، نسخه عند الكاشير، ونسخه مع الويتر او المنادي اللي بينادي على الطلب من المطبخ. دلوقتي بقى في حاجه اسمها زي تابلت او جهاز صغير بيتم اخذ الطلبات عليه اوتوماتيكي، تمام، وبيسمع في القسم المطبخ جوه على الشاشه، فبيشوف الشيفات الاوردر ده، وبيتم تجهيز الاوردر، تمام، على حسب ايه رقمه في اللوحه اللي قدامهم بالترتيب. واتكلمنا عن الشروط الصحيه اللي الناس المفروض تتبعها في العمل في الفنادق، وقلنا اول حاجه النظافه الشخصيه، نظافه الالات والمعدات، معرفه القواعد الصحيه مثل غسيل الايدي باستمرار، عدم العمل عند حدوث اصابات، تقليم الاظافر، قص الشعر. واتكلمنا عن انواع البكتيريا، وقلنا فيها البكتيريا الغير ضاره، البكتيريا المفيده، البكتيريا الضاره، البكتيريا المسببه للامراض، وقلنا الوسط الذي تنمو فيه البكتيريا. الوسط الذي تنمو فيه يعني البكتيريا يعني البيئه اللي بتعيش فيها البكتيريا وبتساعدها على النمو. ايه هي؟ 1 الطعام، 2 الرطوبه. طبعا الطعام ده اللي هو المفروض اللي هي بتاكله، الرطوبه لازم يكون فيه نسبه سائل سواء صوص او ميه او اي حاجه رطبه عشان يقدر بعد الاكل هو يبلع الحاجه بتاعته، لكن لو مفيش سوائل ما يقدرش ينمو او ياخد وضعه الطبيعي. بعد كده الحمض، بعد كده الهواء، بعد كده الوقت. لازم كل بكتيريا تحتاج شويه من الوقت عشان تنمو، من ساعه لثلاث ساعات. فعشان كده بنقول ان الحاجه بره الثلاجه او بره المواد الحافظه بتاعتها لازم تكون ما تقلش عن 10 دقائق او ثلث ساعه. واتكلمنا عن انتقال البكتيريا، وقلنا ان انتقال البكتيريا بيتم من خلال الايدي، الكحه او العطس، اطعمه ملوثه، المعدات، الهواء، الماء، الحشرات، تمام. واتكلمنا على الهيكل التنظيمي لقسم المطبخ، وقلنا فيه ان 1 المطبخ الفرنسي، وده بيتكون من لحوم، التزويق او الجرنش اللي هو بيتم جرنش على الطبق بيخلي منظر الطبق شكله شيك عشان يطلع للعميل، بعد كده قسم الحلويات، بعد كده ايه الصلصات. واتكلمنا قلنا ان في رقم 2 المطبخ التركي، وده بيقوم بطهي الخضروات كامله وتجهيزها للشيف. رقم 3 المطبخ الايطالي، وده خاص بالمعجنات الحلوه والمملحه. بعد كده اتكلمنا عن قسم السخن، وقلنا اقسامه قسم الصلصات، قسم المحمرات، قسم الشرب، قسم المشويات، قسم المخبوزات، قسم الشرب الساخنه. واتكلمنا عن الاقسام البارده، وقلنا فيها عده اقسام، اولها قسم الاسماك، قسم القطعيات البارده، قسم الحفظ، قسم الخضروات، قسم المشهيات، قسم الفاكهه، قسم الحلويات. بعد كده قلنا مسؤوليات رئيس المطبخ اللي هو اكزيستيف شيف، اسمه ايه؟ اكزيستيف شيف. ولازما عشان اوصل للمرحله بتاعت اكزيستيف شيف دي لازم اجتاز بعض المهارات والخبرات والامتحانات الدوريه في الاداره تبع الاداره بتاعتي الفود اند بفرج ايه في الفندق. اول حاجه تخطيط قوائم الطعام، تاني حاجه تخطيط جداول تشغيل العاملين، يعني جدول التشغيل بتاعهم اليومي، ازاي احط ايه ده الصبح وده بالليل، تمام، وانظم بينهم عمليه العمل واطلع الاجازات بتاعتي من قلب الجدول بتاعي. تخطيط جداول استخدام الالات، الالات عندي ليها جدول ومواعيد تشتغل فيه، مش كل الالات طبعا، المطبخ فيه بوتاجازات وفيه فران وفيه وفيه وفيه، لكن في حاجات احجامها كبيره مثلا عامله زي العجانات كده، العجانات دي بتستخدم مثلا مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، ونفس النظام عمليه تنظيفها او تعقيمها بيتم برده مره كل اسبوع ومره كل اخر شهر بيتم تعقيمها تماما. بعد كده حساب تكلفه الاطعمه، لازم يكون ايه عنده درايه بحساب التكلفه، يقدر يحط الريسبي او الكوست بتاع الطبق عشان يعرف هو كسبان فيه ولا خسران. تدريب العاملين بالمطبخ، لازم يكون على درايه بجميع اقسام المطبخ زي ما احنا قلنا عشان يقدر يعمل تريننج او تدريب للعاملين كل فتره زمنيه ويقوم من الستاف بتاعه، تمام. بعد كده عمل طلبيات الشراء، طبعا هنا عمل طلبيات الشراء بيتم من خلال المورد العمومي او الطلبيه العموميه، ودي الشيف العمومي بيعملها، لكن الطلبيات الداخليه من الاقسام بتبقى من طريق ايه الاسيستنت اكزيستيف شيف، المساعد بتاعه هو اللي بيعمل الطلبيات الايه المتجزئه او الصغيره داخل المطبخ. بعد كده الاشراف على العمل، بعد كده التخطيط وتقسيم العمل، بعد كده متابعه نظافه المطبخ، هو بيتابع من وجهه نظره او من نظره
الشيف الستيور، وده بيبقى عنده تحتيه حوالي 3 أو 4 من الاستاف شغالين عمال ستيور، بينظفوا المكان، بينظفوا الطاسات، بينظفوا العده، بينظفوا الاجهزه، بيعملوا نظافه كامله وتعقيم كامل للمكان بتاع المطبخ. 11 متابعه تطبيق اللوائح الغذائيه. 12 مراقبه استخدام وسائل التعقيم. نيجي بعد كده عن شروط شغل وظيفه رئيس المطبخ. عشان يشتغل رئيس المطبخ لازم في عده شروط لازم يجتازها. اولها التدرب في كافه وظائف المطبخ. 2 التدرب على كافه اقسام المطبخ زي ما احنا قلنا. اتقان لغه اجنبيه واحده على الاقل، يعني هو معاه اللغه العربيه لازم يكون معاه انجليزي او فرنساوي على الاقل جنب الايه اللغه الام بتاعته اللي هي اللغه العربيه. 4 القدره على التعامل مع الارقام والحسابات، يعني يقدر بنظره يحسب الكراتين اللي قدامه او البضاعه اللي قدامه، مثلا 2 في 12 ب 24 او 3 في 12 ب 36، يقدر يجمع عشان يستلم الاوردرات بتاعته والطلبيات بتاعته. 5 اجتياز الاختبارات الاداريه، كل فتره الاداره بتاعته زي ما احنا قلنا بتعمل اختبارات دوريه وبتمتحنه في بعض المهاريات والمعلومات عشان تعرف اذا كان هو كفء ولا لا، فلازم يكون مجتازها اول باول. 7 سوري 6 ان يكون قوي البنيه، لازم أن يكون قوي البنيه يقدر يتحمل الضغط بتاع المطبخ والحراره عشان يقدر يقوم المطبخ ويقوم الاستاف اللي معاه ويقوم بتدريبهم. 7 ان يكون مؤهلا علميا لاستخدام الالات والمعدات. طبعا عندنا هنا الالات والمعدات تشمل الافران، الثلاجات، الغسالات، وكل حاجه من دول ليها نسب مئويه ودرجات مئويه ومعايير لازم تشتغل بيها وفتره معينه لازم تشتغل فيها بعد كده تريح ويتم تعقيمها. 8 ان يكون دارسا لمحاسبه التكاليف، ودي لازم أن يكون ايه سواء خريج تجاره او خريج سياحه وفنادق عشان يكون درس محاسبه التكاليف ويقدر يعمل جداول التكاليف بالمعدات اللي تحتيها ويعرف يعمل الرسبي او التكلفه او التكلفه الخاصه لكل طبق سواء من الاغذيه سواء من المشروبات. بعد كده اتكلمنا عن نائب الشيف العمومي، وقلنا نفس المهام اللي هو بيقوم بيها الشيف العمومي هو بيقوم بيها النائب بعد تكليف صغير منه لما بيسيب المطبخ وبيعوضه في مكان تاني. مسؤوليات الجزار. الجزار اللي هو البوتشر، اول حاجه استلام اللحوم والدواجن، تاني حاجه غسيل اللحوم والدواجن. بعد ما استلمها بعمل فيها ايه؟ بعد ما استلمها اعداد وتاريخ صلاحيه وكل حاجه ببتدي ادخلها للشيفات جوه والسيور جوه بيغسلوها ويكيسوها تاني من اول وجديد ويحط عليها تاريخ صلاحيه من اول وجديد. بعد كده يقوم بتشفيه الذبيحه كامله، بيبتدي يشفي الذبيحه بتاعته عشان يطلع منها بعد كده ايه 4 التقطيعات الذبحية، بعد ذلك إلى أجزاء رئيسية. مسؤوليات الخباز اللي هو إيه البيكري. البيكري بيعمل إيه عندنا؟ 1 عمل العجائن المختلفة، 2 خبز المخبوزات المختلفة، 3 حفظ العجائن في درجة حرارة لا تقل عن 4 درجات مئوية. بعد كده هنتكلم ونستعرض مع بعض نظام العمل داخل المطبخ الكلاسيكي او النظام الكلاسيكي. والنظام الكلاسيكي ده احنا كنا شغالين بيه زمان في الفنادق والمطاعم، ولازلنا شغالين بيه في بعض الفنادق والمطاعم بس اللي هي تحت ال4 نجوم او ال5 نجوم شغالين بيه لحد دلوقتي، اللي هم ما عندهمش نظام او بروجرام شغالين بيه على الكمبيوتر وزي ما احنا استعرضنا قبل كده في الحلقات اللي فاتت. فاول حاجه بيقول فيها ايه؟ الاعتماد على الورقيات في الاستلام والتسليم كما كان قديما. يعني ايه الاعتماد على الورقيات؟ يعني كان عنده حاجه اسمها اذن استلام بيستلم بيه الاوردرات، بيتكون من ايه الصنف، الكميه، العدد، وعنده حاجه اسمها اذن تسليم، اذن استلام واذن تسليم، وبيتم تجميع الاذنين دول تمام عشان بنيجي اخر كل مده بنعمل بيهم جرد وبنعرف ايه اللي عندي في المخزون وايه اللي انصرف تمام، والصلاحيات بتاعتهم برده بيتم كتابتها في الاذونات دي. فاصبح هنا اول حاجه ايه بنستلم ونسلم ورقيا. طيب تاني حاجة يتم توزيع الطلبية على الأقسام المختلفة. بعد ما الشيف العمومي بيعمل الطلبية العمومية بتاعته أو الكبيرة بتاعته بيتم توزيعها من خلال إذونات الاستلام دي على كل قسم حسب احتياجه للحاجة. 3 يقوم كل قسم بعمل الأصناف شبه جاهزة. يعني إيه؟ يعني عندي مثلا في التشيكن أو الفراخ بيتم تقطيعها حاجة اسمها شريدت، يعني صغيرة كده بحيث تتعمل للشرب، فمش هنيجي وقت الاوردر ما يطلب ونبتدي نقطع الشرايح بتاعت الفراخ شريدت، لا بنقطعها من الاول شريدت وبتبتدي ناخدها نسلقها في ميه مغليه
تمام. بعد كده بنصفيها ونطلعها ونجهزها في بسيمه او جزء بوله كبير عشان لما الشيف يشتغل بيها يبتدي سهل ان هو يمد ايده ويحط في الطاسه، بعد كده يحط الزيت، بعد كده يحط الفلفل من البول اللي هو شغال بيها بايده. طبعا بيكون لابس كلابس عشان يجهز لايه للحاجه بتاعته، ايده التانيه على الطاسه، فيبتدي الحاجات بتاعته شغاله جنبه ايه متجهزه جنبه، فلازم يكون في تجهيز للحاجه دي ايه من الاول. طيب 4، يتم حفظ الاصناف جاهزه للتشغيل فور طلبها. زي ايه الاصناف اللي بيتم جاهزه للتشغيل فور طلبها؟ زي الحاجات اللي احنا ممكن نجهزها للمطبخ، زي البومفري، زي البط، عشان القط بيتجهز، بط بيتحمر ويتجهز ولما يطلع بعد كده بياخد وش جرانيتين او تحمير، بعد كده بنقطعه سلايز. 5، عند طلب النزيل نوع من المأكولات يتم كتابة اوردر مكتوب. ده اللي احنا اتكلمنا فيه، ان هو بداية الورقيات خالص، العميل بيبقى قاعد على الترابيزه او الجست قاعد على الترابيزه وبيجي له الويتر او الفول ويتر او الهيد ويتر بتاع المطعم، كل دول مسميات بيشتغلوا في المطعم عشان ياخدوا ايه كان معاهم كابتن اوردر ورق كده، وبيبتدي يبلغ العميل او يسال العميل حضرتك تحب تشرب ايه؟ اول حاجه بيقول له انا هشرب 1 2 3، طب حضرتك تحب ايه في الشرب؟ يقول له 1 2 3، طب تحب حاجه ايه في المين كورس او المين ديش؟ يقول له 1 2 3، فبيأيد الحاجات بتاعته دي كلها في ورقه وبيتم قطع الورقه دي ويدخلها المطبخ، تمام؟ والمطبخ بياخدها بيتم ايه الشغل والتجهيز عليها. فاصبح ان هنا الويتر بيشتغل بورقه وبيسلم المطبخ الشيف بيشتغل بورقه تانيه عشان يتم ايه تظبيط الكلام ده او تجهيز الاوردر. 6، تجمع الاوردرات في نهايه كل ورديه. طب احنا بنجمع الاوردرات ليه في نهايه كل ورديه؟ بعد ما الشيف بيخلص الطبخ بتاع الحاجات كلها بنجمع الاوردرات، سواء لحوم او اسماك او دواجن، سواء رز او شرب او سلطات، وبنبتدي نعمل عمليه حصر او جرد للاوردرات دي ونعرف ايه اللي صرف وايه اللي موجود حالي، تمام؟ طيب النقطة اللي بعد كده، يتم تخصيم الأوردرات من رصيد الخامات. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا دلوقتي بعنا حوالي 25 طبق فراخ وعندي جوه حوالي 43 أوردر فاضلين، فلازم أحسب اللي اتخصم من الستوك بتاعي عشان أعرف المخزون إيه اللي موجود، لو ناقص بكرة على الأوردر بتاعي لازم أكمله عشان يبقى الستوك بتاعي بكرة جاهز، تمام؟ نخش على النقطة اللي بعديها، النظام اللي بعديه بقى الحديث اسمه نظام العمل داخل المطبخ، نظام الحديث اسمه الشيف ديمو. الشيف ديمو ده اصبح العمل في المطبخ عن طريق الكمبيوتر، يعني الكمبيوتر بتاعي او اللاب بتاعي اللي عند الشيف العمومي نازل عليه سيستم او برنامج بيتم تخصيم وتظبيط الاوردرات اوتوماتيكي. بمعنى نخش كده على رقم 2 وهنقول طلب المخزن يتم عن طريق تجميع طلبيات الاقسام. هنا الشيف العمومي بيستلم اذونات تحويل عن طريق الكمبيوتر، كل رئيس قسم او شيف القسم بتاعه زي الصلصات او الخباز او الجزار بيبعت الطلبيه بتاعته على السيستم، بيكتب على اللابتوب او التابلت اللي قدامه وبيبعت اوتوماتيكي على الايه على نظام على عند الشيف العمومي على السيستم بتاعه، فبيعرف الطلبيات اللي عنده، بيتم هو بيجمع الاوردرات دي في اكسلايه واحده وبيبعتها للمخزن العمومي عشان يبعت له ايه الطلبيات بتاعته. بعد ما تيجي الطلبيه بتاعته هنعرف هنعمل ايه. 3، يتم تسليم الخامات وتوزيعها على الاقسام. يبقى احنا بعد ما الشيف العمومي عمل الطلبيه وجات لنا بنعمل ايه؟ بنوزع كل طلبيه على كل قسم حسب احتياجاته او بناء على اذن التحويل اللي هو عامله سابقا، تمام؟ طيب تسليم الاوردرات، تسليم اوردرات العملاء عن طريق الكمبيوتر، ودي بقى اللي احنا قلنا عليها اختلاف بقى، ان الكابتن او الويتر او المتر دوتير اللي بياخد الاوردر الاول كان بيمسك دفتر او بيمسك ورقه، لا دلوقتي بيمسك نظام تابلت او جهاز صغير بيكتب فيه الحاجات بالتاتش، تمام؟ الاوردر بتاعه بيخلص بيقوم عامل ضن في الاخر كده، بيسمع فين؟ جوه في المطبخ عندي على شاشه كبيره، كل الشيفات شايفين الاوردر بتاعهم وبيبصوا عليه وبيجهزوه ويبتدي الشغل فيه. بعد ما بيخلص برده الشيف بيقوم دايس على انتر عنده، بيتم ايه ابلاغ الويتر ان الحاجه بتاعته جهزت. يبقى كده السيستم كله كاملا من اول الصاله او المطعم لحد المطبخ جوه شغال ايه كمبيوتر. بعد كده يتم تسجيل جميع المراحل على السيستم المعد للشيف العمومي. كل مرحلة تمت سواء تحويل، استلام، عمل اوردرات، تخصيم، عمل رسبي او تكلفة بتتم عن طريق السيستم المعد داخل ايه الكمبيوتر قدام الشيف العمومي. 6، يقوم الكمبيوتر بعمل تقرير التكلفة اليوم. وكمان الكمبيوتر بعد نهاية اليوم بيعمل لي ايه رسبي او تكلفة للبضاعة اللي انا طلعتها. طيب هنتكلم بقى باستفاضه شويه عن برنامج الشيف ديمو. 1، تحديد المخزون لحظيا. يعني بمجرد النظر يقدر الشيف من ترتيب المخزن يعد كراتين يعرف ان مثلا دي
خمس كراتين للجلاس، خمس كراتين للعدة، خمس كراتين للفراخ بمجرد النظر ايه اليها. اتنين، تحديد المخزون بعد الصرف، اي بعد تنفيذ التحويل لكل مخزن فرعي. يعني ايه؟ يعني كل مخزن بيتم اخذ منه طلبية، بمجرد ان هو يبص له يعرف ان هو اتاخد منه ايه، تمام، ويكون معاه ورقة بيراجع بيها على الكلام دوت. ثلاثة، تحديد التكاليف المعيارية. تحديد التكاليف المعيارية يعني ايه؟ اي حساب التكلفة للمواد الخام الموجودة حاليا. يعني بيعرف الموجود عنده من ستوك ايه في البضايع، وبيعرف عنده التكلفة بتاعت الحاجات دي كام فلوس، يعني كام، 10,000، 5,000، 20,000. فالمفروض ان هو بعد النظر والتكلفة بتاعته بيعرف ان هو عنده ايه كام من المبلغ المالي. تحديد السعر. خمسة، تحديد القائمة الإجبارية. بعد كده نتكلم، هنخش بقى على قسم، حاجة اسمها قسم الصلصات. وعندنا قسم الصلصات متجزأ لحاجتين: الصلصات الباردة، واحد يقوم بإعداد الصلصات المختلفة مثل صوص الطرطار والمايونيز وصوص السلطة، ويسمى الدريسنج، السلطة بتاعتنا اللي هي الخضراء أو الأورينتال سلط، المية بتاعتها اللي بتفضل في الآخر اسمها إيه؟ الدريسنج. وده نستعرض مع بعض كده صورة لبعض الصلصات في المطبخ، زي الكاري، زي الورشستر صوص، زي الهوت صوص، تمام، زي الصويا صوص، زي سلطة الطحينة، تمام. كل الصلصات اللي قدامنا الجميلة دي احنا بنشتغل بيها في قسم المطبخ، وبيتم تجهيزها وحفظها في ثلاجة حفظ. اتنين، تحفظ الصلصات الباردة في درجة حرارة 4 درجات مئوية، يعني الثلاجة بتاعتنا تبقى تبريد. ثلاثة، يقوم بإعداد الصلصات الساخنة. زي ايه الصلصات الساخنة اللي عندي؟ زي البولونيز والبشاميل اللي احنا بنستخدمها في المكرونة البشاميل بتاعتنا. طيب، طريقة حفظ الصلصات، وتحفظ الصلصات في حمام مائي درجة حرارته 70 درجة مئوية، ويتم خدمتها برضو في 70 درجة مئوية. يعني لازم الطبق بتاع الشوربة يكون محفوظ في حمام مائي من تحته ومغطاه كويس عشان يحافظ عليه على درجة الحرارة بتاعته. كام الدرجة بتاعته؟ 70%. ولما يقدم في بولة وتحتيه أندرلاين والمعلقة بتاعت الشوربة اللي هي الصيني بتاعتنا، ويقدم في درجة حرارة برضو ايه؟ 70%. بعد كده قسم المحمرات، هو مسؤول عن تحمير والقلي، وهما اللحوم بأنواعها والخضروات بأنواعها. يعني ايه؟ انا عندي قسم المحمرات ده، عارفين القلايات، القلايه اللي عندنا في البيت اللي هي الطاسه العاديه، تمام، لما بنحط فيها زيت غزير بننزل فيها ايه البومفريت او البطاطس بتاعتنا ونحمرها، او الفراخ ونحمرها. احنا بقى نفس النظام عندنا في المطبخ، بس عندنا نظام قلايات كبيره جدا، الجهاز بيبقى ستانلس، وفي نظام قلايتين بيتم فيه وضع البومفريت كله، وبيتم تجهيز البومفريت، بعد كده برفعه وبصفيه فوق على الجهاز، بعد كده باخده بشتغل بيه على جنب، تمام. ودي صورة لبعض المحمرات. ده سمك محمر أنشوجة نستعرضه مع بعض، معمول بالمنظر الجميل كده قدامنا، والجرنش اللذيذ مع سلايز الليمون وبعض الفلفل المحمر، تمام. ونستعرض برضه مع بعض لحمة محمرة برضه محطوطة على طبق من كورس جميل، تمام، ومعمول فيها متاخد فيها حد الذوق. بعد كده فراخ محمرة، وبرضه الشيف مراعي هنا حتة الجرنش، حاطط شوية خضار سوتيه تحت الفراخ عشان تبان منظر جميل وجرنش جميل قدام العميل. فطائر محمرة، يعني في نفس الوقت برضو عندنا كمان من الباستا أو العجين فطائر محمرة. نتكلم بقى عن وسائل التحمير المختلفة. إيه هي وسائل التحمير المختلفة؟ أول حاجة عندنا زيوت نباتية. زي إيه الزيوت النباتية دي؟ زي الذرة ودوار الشمس وبذرة القطن. طب ايه اللي بنفضل ان احنا نشتغل بيه عشان ما يعملش غليان، او ما يعملش نسبه رواسب في الطبق بتاعي او لزوجه؟ هو دوار الشمس اللي بنشتغل بيه على طول في الاليه، حاجه اسمها دوار الشمس. طيب، نيجي بعد كده على النقطه اللي بعديها، الشحوم الحيوانيه. والشحوم الحيوانيه دي موجوده فين؟ موجوده في دهن الخنزير او الخراف، الخرفان يعني. طيب، مستحب ان انا استخدم الكلام ده على حسب طلب العميل. طيب، نادر ما تستخدم لعده اسباب. اول حاجه عشان ضررها شديد، ما بنستخدمهاش عشان ضررها شديد. طب في ايه؟ عشان اول حاجه الريحه بتاعتها غير مستحبه لدى بعض الضيوف، تمام، وغلاء ثمنها، يعني غاليه جدا، الكوست بتاعها والتكلفه بتاعتها غاليه. بدل مثلا ما انا ابيع الطبق بتاعي ب 150، بيقف على العميل بحوالي 195 جنيه،
فكده هيبقى كوسته عالي وتكلفته عالية في المينيو ومحدش هيطلبه. ثلاثة، القيود الدينية في استخدام شحوم الخنزير، برضو القيود الدينية مكتفاني شوية ان انا ما اقدرش استخدمه، لان اغلبية الناس اللي داخلة فتقول لك لا ده حرام، لا مش هقدر ايه اكله. تمام. ثلاثة، النباتية غير المشبعة، ودي زي السمنة ويتم تصنيعها عن طريق هدرجة الزيوت. الزيوت بتتهدرج بطريقة غليان الزيوت لدرجة شديدة جدا، بعد كده بيتم تجميدها بتعمل السمنة اللي هي خالية من الدسم، أو السمنة الإيه النباتية اللي احنا بنستخدمها في الأكل. طيب الشورتينج، جينا عند حاجة اسمها الشورتينج، ودي زيوت اللي هي غير مستحبة، بتستخدمها بعض المطاعم اللي هي مش مستقلة، أو مطاعم الفاست فود اللي هي براند نيم أو الفنادق خالص، لأن الشورتينج ده بيبقى تجميع الزيوت المهدرجة، تجميع الزيوت المهدرجة أو بواقي الزيوت كلها، ويتم تدرجتها وإعادة تصنيعها تاني من جديد، يعني نظام ريسايكل وبيعها في السوق. نيجي بعد كده على الزبدة، والزبدة في منها نوع حيواني اللي هو البقري، وفي جاموسي اللي هو الأبيض، وفي اللون الأصفر. تمام. وطبعا لو هنستخدم الكلام ده في الطهي بنتم إضافة السمنة أو الزبدة، وبنحط معاها قليل من الزيت عشان ما تبقاش ايه تقيله جدا في ايه السلق بتاعنا. قسم المشروبات بانواعها، طيب قسم الشرب بانواعها وانواعها، اول حاجه الشوربه المصفاه من نواتج الخضروات. ايه الشوربه المصفاه من نواتج الخضروات دي؟ طيب نتكلم على مثال واحد بس، هو شوربه الاونيون سوب. وايه هي الاونيون سوب؟ دي شوربه بصل، شوربه بصل بيتم عمل البصل بتاعها والتقليه بتاعتها والحاجه بتاعتها والكريم بتاعها، وبيتم بعد كده تصفيه الكلام ده، وبنخلي بس على وش الطبق من فوق جزء او قطعه من العيش. تمام. عشان تمتص الايه الفوم او الحاجات اللي هي معموله في اخر الشوربه، في اعلى الشوربه من فوق، وده الصوره بتاعتها كده زي ما احنا شايفين بالمنظر الجميل ده، محطوطه مخدومه في اندرلاين وبولت شوربه طبعا، وجنبيها المعلقه بتاعتها اللي هي ايه الصيني. طيب نيجي بعد كده على تاني حاجه، الشوربه الغير مصفاه من الخضروات زي المنسترون. ايه المنسترون دي؟ اللي هي شوربه الخضار. طب نستعرض شكلها كده جميل، دي شوربة الخضار بتاعتنا. تمام. بيتم عمل الخضار سوتيه. تمام. وبعد كده اتحط عليه بيون اللي هو الشوربة. تمام. وبيتم غرفها في ايه في البولة، وتحتيها الاندرلاين ومعاها معلقة الشوربة بتاعتها. طيب تالت حاجة، الشوربة الخفيفة من اللحوم والاسماك والطيور. الشوربة الخفيفة من ايه؟ اسماك واللحوم والطيور، اللي هي اسمها تشيكن، او عندنا مثال واحد من الشورب دي اسمها تشيكن سوب. نشوف صورتها كده، دي اللي تشيكن سوب بتاعتنا، شوربة الفراخ. تمام. بتعد نفس المنظر اللي احنا شايفينه كده، وبتخدم بنفس الايه الطرق اللي احنا قلناها قبل كده. نفس كل الشورب بتخدم يا جماعة يا اولاد في ايه في بولة، وتحتيها اندرلاين، وجنبيها معلقة الشوربة الصيني اللي ايه شايفينها بنفس المنظر الجميل ده. طيب اربعة، الشوربة الثقيلة، غليان اللحوم والطيور والاسماك مضاف اليها نشا او دقيق. طب كل الكلام ده بيعبر ان الشوربة دي عالية جدا في القيمة الغذائية بتاعتها. طيب اسمها ايه؟ اسمها كريم سوب. اسمها ايه؟ كريم سوب. يا اما عندي شوربة خضار بالكريم سوب، يا اما شوربة جمبري بالكريم سوب، او شوربة لحمة بالكريم سوب. تمام. دي بتبقى حسب الرغبة، لان في عميل بيقدر يستطعمها وفي عميل ما بيقدرش يستطعمها. ونبص على منظرها كده جميل، دي شوربة ايه؟ دجاج بالكريمة، شوربة دجاج بالكريمة. الكريمه بتاعتنا طبعا ما بتبقاش حلواني يا جماعه، الكريمه بتاعتنا بتبقى حاجه اسمها كريمه لباني، بتحط معاها لبن ودقيق وايه ونشا. تمام. وشويه ملح وبصوات، وبتطلع بالمنظر الجميل ده، التيست بتاعها بيبقى رهيب. وطبعا هنا الشيف بتاعنا الجميل حاطط عود بقدونس كجرنش او منظر جمالي على الشوربه من فوق. طيب درجه حفظ الشرب لا تقل عن 68. الله، واحنا بنحفظ الشرب؟ اه طبعا، بنحط الشرب دي في حمام ميه دافي ما يقلش درجة حرارته عن 68 ايه درجة مئوية. طيب نخش على النقطة اللي بعديها، قسم المشويات. قسم ايه؟ المشويات هو المسؤول عن اللحوم والطيور والاسماك وبعض الخضروات. يعني قسم المشويات دي ده بيبقى عنده شوايات على الفحم، شوايات كهربائية. تمام. افران على الطاسات من فوق. تمام. كل ده بيبقى موجود عندي الشيف، لما بيطلب اوردر بيكون هو مجهز قبليها. تمام. ومجهز الحاجات. طب انواع المارينيه، ايه هي المارينيه؟ المارينيه ده اللي هو الصوص اللي بيتعمل عشان يتبل للفراخ او اللحوم قبل شويها، ممكن يكون بصل وتوابل وثوم. تمام. ومضاف اليه بعد كده بيضاف الى الدجاج.
طيب اتنين في مرانيه الزعتر، ده مرانيه تاني بقى غير اللي احنا قلنا عليه، غير الليمون والايه والبصل والثوم والخل، ده مرانيه ايه الزعتر. بيتكون من ايه مرانيه الزعتر؟ مرانيه الزعتر بيتكون من زيت زيتون للدجاج، تمام، زيت زيتون وزعتر، بيتضاف عليه الحاجات المكونات اللي احنا قلناها كلها، زائد ايه الزعتر وزيت الزيتون. طيب ثلاثة الطعام الطماطم والبصل والكزبرة والكمون والكمون للأسماك، الحاجات دي بتضاف بس للأسماك اللي هي ايه عشان تشد نسبة الريحة الشديدة بتاعت السمك، فبنحط عليها ايه طماطم وبصل وكزبرة، تمام، وكمون، تمام. نيجي بعد كده الخطوة اللي بعديها، الطماطم والكبابة الهندية والبصل، تمام، والثوم والبصل المفروم للحوم. خمسة مارينيه الزبدة والليمون، يعني عندنا ايه مارينيه بنستخدمه زبدة وليمون بس، بنتم خلط الزبدة مع الليمون وبندهن بيها الجزء المراد استخدامه او طهيه سواء فراخ او لحوم، بعد كده بيتم شويها ايه يا اما على الفحم يا اما ايه في الافران بتاعتنا وتجهيزها. قسم المخبوزات، وقسم المخبوزات ده احنا قلنا عليه اسمه ايه، قسم البيكري. طيب اول حاجة بيعمل لي عجينة البيتزا، بيعجن لي عجينة البيتزا، بعد كده بيخمرها، تمام، بعد كده بيطلعها بيشتغل منها، بيتم تقطيعها لايه احجام متساوية عشان يعمل منها كل بيتزا ايه على حسب الحجم بتاعها سواء كبيرة او وسط او ايه او صغير. اتنين عجينة النوى، تمام، تلاتة عجينة الرافاييلو، يبقى الخباز هنا بيعمل ايه عجينة البيتزا وعجينة النوى وعجينة الرافاييلو، تمام. طيب نتكلم بقى، ومعظم هذه العجائن من مخاليط هنتكون بقى على المكونات بتاعتها. ايه هي المكونات بتاعتها يا جماعة؟ الماء والدقيق واختلاف الاضافات، طبعا كل عجينة من دول ممكن نزود فيها ملح وممكن نخفف فيها الملح على حسب نوع العجينة، ما ينفعش نحط كل المعايير واحدة لكل عجينة. طيب ونحط فيها اللبن والبيض والزيت عشان تكتمل ايه عملية المزج بتاعها. طيب قسم المشروبات الساخنة، ايه هو قسم المشروبات الساخنة عندي؟ ده يقوم بإنتاج المشروبات الساخنة زي ايه بقى؟ الشاي، تمام، لإعداد الشاي بتاعي بحطه في كرافات كبيرة وبسخن المية لحد الغلي لغاية 120 درجة، ما بتجي ببتدي أصب الشاي بتاعي عليه اللي هو البودرة بتاعتي البودر بتاع الشاي، بحطه جواه وبيتم غليانه، بعد كده بيحط في كرافات صغيرة أو برادات صغيرة للخدمة بتاعتي. بعد كده القهوة، القهوة طبعا بتتعمل يا إما إسبريسو يا إما تتعمل في فناجين حسب الطلب بتاعها. ثلاثة الكركديه، والكركديه احنا عارفين ان هو بيتم غليانه في الايه في اذان كبير او بسيمه كبيره، تمام، بعد كده بيتم تصفيته وبيتركه لحد ما يبرد، بعد كده بيحطه في الثلاجه وبيتم استخدامه، تمام. يقدم في درجه حراره 68، كل الكلام ده بيتقدم في درجه حراره ايه 68. احنا كده عندنا السخن كله سواء شرب او مشروبات ساخنه بيتم تقديمها في درجه حراره بين 68 وبين ايه 70 درجه مئويه. طيب قسم الأسماك ونظام تجهيزها، أول حاجة مسؤول عن تجهيز وتقطيع الأسماك، مسؤول عن إيه؟ تجهيز وتقطيع الأسماك، يبقى السمك بيجي له سليم وهو بيبتدي إيه يقطعه وينظفه ويخليه، تمام، ويعمل فيه الشغل ده عشان لما يبتدي يطلب منه أوردر ما يقعدش لساعتها يقعد ينظف ويعطل نفسه ويعطل الشيف على الحاجات دي، وإزالة القشور والزعانف والأحشاء وغالبا الجلد في الفيليه. لما بنتكلم عن تقطيع فيليه يبقى لازم نخلي الجلد بتاع السمكه عشان ايه الفيليه ما يبقاش فيه جلد خارجي نهائي. طيب وهي عمليه الغسيل بالماء والخل والليمون وتقطيع السمك الفيليه الى قطع متساويه، وتسمى عمليه البرنشه الايه البرنشه، ويتم تجهيز التخزين على درجه حراره 18. هنا احنا علينا الدرجه بتاعه التبريد بتاعتنا من 4 للحاجات العادية ل 18 في الأسماك، فخلينا حافظين النسب دي كويس جدا عشان هتنفعنا في الوقت الحالي والوقت الحاضر إن شاء الله. قسم القطعيات الباردة، نتكلم بقى عن قسم القطعيات الباردة ده فيه إيه؟ القسم الخاص بالتعامل مع اللحوم، يعني اللحوم بتجيلي سليمة وأنا بقطعها إيه؟ سواء ستيك أو شريدت أو أي نوع بيحتاجه الشيف عشان يجهز للشغل بتاعه. القسم الخاص بالتعامل مع اللحوم والدواجن حيث يتم التنظيف والتقطيع والبرشنة القطع الكبيرة وقطع عن طريق منشار كهربائي. احنا بقى احنا عندنا ايه لما حاجة بتبقى جاية لي كبيرة زي اللحوم بتاعة الجاموس او الابقار لازم تيجي لي سليمة وانا ببتدي بقطعها بالمنشار بتاعي عشان مش هينفع فيها السكاكين بتاعتنا الصغيرة والكلام ده. بعد كده مسؤولية قسم الحفظ في كافة الأنواع درجة حرارة ملائمة، يبقى يعني عندنا إيه؟ هنتكلم عن المسؤولية بتاعة درجة الحفظ،
وهنتكلم عن درجة الحرارة ايه المتبعة في الوقت ده. يبقى الحفظ المجمد في درجة حرارة 18، هنا بيتم التجميد في درجة حرارة كام؟ 18. يبقى التجميد عندي درجة حرارته في الثلاجات 18. طب 2، المبرد في أقل من 4 مئوية، 4 درجات مئوية. يبقى عندنا التبريد 4 مئوية، التجميد كام؟ 18 درجة مئوية. تمام. نيجي بعد كده لشبه المبرد في درجة حرارة 21. احنا عندنا حاجة وسط اسمها شبه المبرد، ودي بتكون كام؟ 21. تبقى دي عشان نحفظ فيها ايه السلطات بتاعتنا بجميع انواعها، بيتم حفظها في الايه في المبرد اللي هو درجة حرارته ايه كام؟ 21. ده 4، التمليح وهو اضافة كمية كبيرة من الملح، زي عندنا في السمك او الملوحه اللي احنا بنعملها بتقعد فتره طويله. ليه؟ لان بنحب نرمي عليها نسبه ملح كبيره جدا، فبالتالي بتقعد معانا فوق الثلاث شهور والاربع شهور، والصلاحيه بتاعتها بتبقى ايه زياده شويه عن المواد الغذائيه التانيه، لان اترمى عليها ملح، فالملح ده بيمنع البكتيريا او الميكروبات ان هي تقرب من الماده الغذائيه بتاعتنا. طيب 5، بالتسكير وهو اضافه الكثير من السكر للماده الغذائيه، او بالتسكير بيبقى عندي حاجة في المطبخ اسمها سكر سيرب. ده بيتعمل ازاي؟ بيتجاب السكر وبيتحط في اناء وبيتحط معاه مية وبيتم غليانه لحد ما يدوب فيه، وبنعصر عليه ليمونتين او ليمونة على حسب الكمية بتاعته الموجودة. تمام. وبنبتدي نعبيه في ازايز او كرافات عندي، ولما بنيجي نحفظ المواد ببتدي امسك السيرب ده او السكر الخام المركز ده، وابتدي اصب على الجزء الايه مراد تخزينه. تمام. نيجي بعد كده للنقطة اللي بعديها، بالتدخين. بنخزن بطريقة التدخين، عن طريق تدخين الغذاء. يبقى احنا بنخلي الغذاء بتاعنا زي ما هو في إناء أو مصفى، وبنبتدي نحط تحتيه نار أو شعلة، بيبتدي يطلع دخان عليها ويتبخر، بيتبخر كليا، وبكده يتم يكون تم ايه طريقة التخزين بتاعته عن البخار. 7، بالتجفيف. نزع معظم المحتوى المائي للمادة الغذائية. احنا لو غسلنا اللحوم او الاسماك او الدواجن لازم ننشفها جيدا عشان نقدر نجففها ونحطها في ثلاجة التجميد، وكذلك الخضروات لازم بعد غسلها وتقطيعها تمام وكتابة الصلاحية عليها وتاريخ الانتاج لازم نعصرها كويس او نصفيها كويس من المية اللي فيها، ونبتدي نحطها في اكياس ونحطها في ثلاجة ايه التجميد بتاعتنا. نيجي بعد كده لقسم الخضروات. قسم الخضروات ده قسم كبير جدا ومهم جدا وعليه مسؤوليه كبيره. ايه هي؟ لما بيجي لي المورد بتاعي بالخضار لازم استلم منه الحاجه تكون نظيفه سليمه، القوام بتاعها سليم وجميل. تمام. بعد كده بيتم استلامها، باخدها بنظفها وبقطعها. تمام. طب بنظفها ماشي، انا بنظفها عشان ما فيهاش اتربه ولا حاجه، طب بقطعها ليه؟ بقطعها جميع انواع التقطيعات، عشان احنا قلنا الشيف لما بيجي يشتغل بيحب ان الايه البول اللي عنده تبقى جاهزه، البول دي اللي فيها ايه خضار زي الجزر، بسله، كوسه، كل الكلام ده مقطع جنبه جاهز عشان لما يحب يشتغل بياخد ايه كميه من هنا او كميه من هنا، فلازم نجهز له الخضروات بتاعته اول باول عشان لما يجي يشتغل تبقى ايه اوريدي جاهزه على طول. بعد كده منحوتات الخضروات اللي هي الجرنش. طب ايه المنحوتات دي؟ هو احنا عندنا منحوتات في المطبخ؟ اه عندنا منحوتات بالطريقه اللي مكتوبه في الكتاب منحوتات، لكن بالطريقه العمليه بتاعتنا او في الفندق او الهوتيل بنسميها حاجه اسمها جرنش. يعني لما الطبق بيتحط فيه جزء مثلا اللحوم بتاعه، بيبقى الطبق محطوط فيه جزء اللحوم في النص، بيتم عمل جرنش او قطعه خيار او قطعه طماطم على شكل ورده، وبحطها على ايه حافه الطبق بحيث يدي منظر جمالي للطبق وانسيابيه. تمام. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن انواع اشكال التقطيعات. قدامنا كان نستعرضها، دي انواع التقطيعات عندي، عندي الكاري وعندي اليوس وعندي الشريدت. تمام. ودي انواع التقطيعات اللي احنا شغالين بيها في المطعم، يا ريت الناس تحفظها عشان تتعامل بيها بالنسبه للثلاث سنين او الخمس سنين عندي في الايه في الصفوف الفندقيه. نيجي بعد كده الاشكال المنحوتات اللي هو الجرنش اللي احنا قلنا عليه، بيتعمل بنفس الطريقه الشيك دي كده، طبعا بيتحط في كل طبق ورده واحده او شكل واحد، ما بيتحطش الثلاث ايه، بس احنا هنا جايب في الصوره الثلاث اشكال عشان نعرف شكلهم بيتعمل ازاي ودرجه الجمال بتاعهم. بعد كده نتكلم عن قسم المشهيات، وهو مسؤول عن عمل المشهيات وتقدم بارده، وحال تجهيزها تحفظ في درجه حراره 4 او ساخنه مثل الشرب. زي ايه؟ انا عندي المشهيات دي في سلطات، في سلطه الطحين
في سلطه مشروم، في سلطه في الخ، في سلطات دي بتحفظ كلها بارده وبتقدم بارده. طب الشرب نفس النظام، احنا اتكلمنا عليها قبل كده، لازم يتم اعدادها من سابقا، وبيتم تجهيزها في حمام مائي، تخزينها في حمام مائي على درجه 68 او 70 درجه، وتقدم نفس النظام ايه على نفس الدرجه. ايه اللي عندي سخن تاني من الابيتايزر او الفواتح الشهيه او المشهيات زي السمبوسه اللي هي بتبقى مثلثه، او السبرينج رول اللي هو صوابع الربيع، دي منها 3 انواع، في منها خضار وفي منها لحمه وفي منها جمبري، بتبقى صوابع ملفوفه محطوط في الطبق حوالي 5 او 6 قطع، اللي هو الابيتايزر بيبقى عباره عن طبق بيضاوي شويه، مش هو من كورس، ما بقاش طبق كبير، وممكن نسميها ايه وجبه نص خفيفه. طيب نيجي بعد كده نتكلم عن قسم المشهيات. الاول هو السائل، وهو الشوربه او الحساء، وتقدم ساخن، وده اللي احنا قلناه في الشرح، تقدم ايه ساخن. الثاني غير سائل، مثل الباتيهات والشطائر التي تسمى فواتح شهيه، الشطائر الصغيره او الباتيه او الكنبي، ده كله بيسمى ايه فواتح شهيه، وبيتم تقديمه عشان ايه قبل الاكل او قبل المندش بتاعنا. بعد كده قسم الفاكهه. قسم الفاكهه فيه شبه كتير جدا من قسم الخضروات. طب ليه؟ عشان احنا برضو بنعمل نفس العمليه اللي احنا قلناها في الخضروات، بيتم غسيل الخضروات بتاعتنا جيدا تمام بعد استلامها تمام، وبعد كده بيتم تقطيعها وتجهيزها للخدمه، وحال التقطيع تحفظ في درجه حراره، كام درجه الحراره بتاعتها؟ 4 درجات مئويه، ولمده قد تصل الى 12 ساعه، يعني ممكن تحفظ من ايه من يوم ل 12 ساعة، يعني من ساعه ل 12 ساعه جوه ثلاجه الحفظ بالتقطيع بتاعها. لكن ما ينفعش يكون حاجه عدى عليها اكتر من نص يوم ونستخدمها في الايه للجست او للعميل تمام، لازم تكون فريش او صبحه عشان نشتغل بيها ونقدمها للعميل. ودي اشكال الفاكهه المقطعه، اشكال تقطيعات الفواكه، وطلع بالمنظر الجميل بتاعنا ده، الشيف بتاعنا عامل قلب تمام، وعامل قلوب كتيره جدا من الايه من الفاكهه بتاعتنا بالمنظر الجميل اللي احنا شايفينه ده، محل الجرنش بتاعه حتى قلبين صغيرين ايه على الطبق الصغير. اشكال تقطيعات الفواكه برضو نفس الايه الكيان، عامل بطيخه، فاتح بطيخه ومجرنشه على شكل ورده، وحاطط فيها ايه العنب تمام والكريز، ومجرنش حوالين السفره بتاعته ببقيه الايه الفاكهه التانيه. بعد كده قسم الحلويات. ايه هو قسم الحلويات؟ واحد حلويات من عجائن الكيك الاسفنجي، حلويات من عجائن الكيك الاسفنجي، يعني كل العجين اللي احنا بنعملها للكيكه لازم يكون داخل فيها ايه بيض ودقيق ولبن تمام. والعجينه دي بتعد من قبل الشيف بتاع التجهيزات، وبيتم بعد كده خبزها ايه مع الشيف اللي هو البيكري او الخباز. اتنين عجينه الفواتح الفوتاج مثل الميل في، طبعا كلنا عارفين الميل في اللي احنا بناكله دي بتتعمل من حاجه اسمها عجينه الفوتاج. طيب ثلاثه عجينه الفوليفان للفطائر، الفطائر بتستخدم العجينه بتاعتها اسمها ايه الفوليفاج، اللي هي بنعملها من زي ما احنا قلنا كده بيض ولبن تمام ودقيق وسكر ونسبه ايه نسبه لبن بسيطه. طيب نتكلم عن الحلويات شويه باستفاضه، هنقول الحلويات المختلفه التي تنتج منها الحلويات المختلفه، الحلويات المختلفة التي تنتج منها الحلويات المختلفة. واحد عجينة الدومي فيتاج، اللي هي ايه الدومي فيتاج اللي هي بين قوسين اسمها الباتي، اسمها الباتي بالفرنسية تمام. اتنين عجينة الشو، وعجينة الشو دي اللي عمل ايه الايس كريم وبلح الشام، يبقى عجينة الشو اللي بيعملها الحلواني بيجهزها بتعمل منها ايه الايس كريم وبلح الشام تمام. وده المنظر بتاع عجينة السوفليه تمام، المنظر الجميل ده، والشيف برضو عامل له جرنش 2 سلايز ليمون مقطعه من الجنبين ومطلعه بمنظر جمالي شكله شيك. طيب نتكلم عن 4 عجينة الصفران لإنتاج البابا والحلويات المشربة تمام. يبقى البابا عندنا بيتصنع من ايه؟ من عجينة الصفران، يسمى احفظ الحاجات دي كويس، يبقى البابا بيصنع من عجينة الصفران، او لما يجي لك يقول لك اذكر عجينة الصفران تصنع من ايه او تستخدم لايه، هتقول لانتاج البابا تمام والحلويات الشرقيه. طيب 5 عمل البريوش الهش بالسكر، البريوش اللي احنا ايه استعرضنا صورته قبل كده زي دي، ده اسمه ايه البريوش. طيب 6 نتكلم عن عجينه الكريب لعمل كريب مملح او مسكر، عجينه الكريب اللي احنا متعودين عليها بنجيبها من بره
عندنا اسمها عجينة الكريب، اسمها مش غريب او حاجة، او لما تجيلك في الامتحان ما تتخضش، هي اسمها عجينة الكريب، وبتصنع للكريب اللي هو المملح او المسكر. تمام، طبعا المسكر لو احنا هنحط ايه في ايس كريم ونغطيه بصوص الشوكولاته، ده بيبقى حاجه اسمها من الديزرت او من الحلويات، لكن لو مملح بنحط جواه سمك او فراخ او لحم او بطاطس. تمام، ده عشان كده بنعمل العجينه بتاعته ايه مملح. طيب نيجي بعد كده للعجينه بتاعت الدو لعمل الحلويات مثل الدونات. طبعا كلنا عارفين الدونات اللي احنا بنحبها، اللي عليها رشه شوكولاته من فوق او فوق او صوص شوكولاته، بعد كده مكسرات الشوكولاته، دي اسمها عجينه الايه الدو، وبتسمى القطعه بتاعتها بعد الانتاج عجينه الدونات. تمام، طيب انواع، هنتكلم بقى نخرج خالص من العجائن والشرب والصلصات، وهنتكلم عن انواع التصميم الفندقي. طب انواع التصميم الفندقي ده ايه؟ واحد، النمط النباتي المركزي، النمط النباتي المركزي، ومجمع انتاج كبير جدا تتم فيه عملية تشغيل الأطعمة وتوزيعها وعمل وجبات للشركات. يعني ايه؟ احنا هنا اتكلمنا عن التصميم ايه الفندقي، هنا احنا بنصنع وجبات، وجبات جاهزة للشركات أو المطاعم أو المدارس أو المعاهد من خلال شركات تصنيع مواد غذائية. يعني ما عنديش هنا مطابخ في فنادق أو مطابخ في مطاعم مستقلة بره بتبيع لي الحاجات، لكن عندي شركة بتعد وجبات بطرق كبيرة جدا بكميات كبيرة جدا، وبتعمل وجبات للمصانع أو الشركات أو المدارس، وبيتم بيعها من خلال إيه الدعاية بتاعتهم الموجودة. طيب النمط النباتي غير المركزي، وموجود عدة مطابخ تقوم كل منها بخدمة أماكن البيع المختلفة في الفنادق، دي بقى اللي احنا ايه شغالين عليها. يبقى النمط النباتي الغير مركزي، اللي هو الغير مركزي ده، يبقى ده المطاعم المستقلة اللي موجودة عندنا في الميادين أو الأماكن العامة. تمام، وفي الفنادق داخل الفنادق جوه المطابخ بتاعتنا، دي اسمها نمط نباتي غير مركزي. يبقى النمط النباتي الغير مركزي اللي هو داخل الفنادق وفي المطاعم المستقلة اللي موجودة بالميادين، تمام، زي المطاعم الـ5 نجوم. طيب انواع المخازن المختلفه، ايه هي انواع المخازن المختلفه؟ اول حاجه التخزين بالتجميد، التجميد بالتخزين بالتجميد الشديد، وتكون درجه التجميد فيه من 20 ل 50 فهرنهايت. من كام؟ من 20 ل 50 فهرنهايت. يبقى الدرجه القصوى للتجميد بتاعي زي اللحوم او الاسماك او الدواجن بيكون من 20 ل 50 درجه فهرنهايت. تمام، برضو الحاجات دي مطلوبه ان احنا نحفظها ونفهمها كويس عشان هتنفعنا بعد كده في مجال شغلنا او في المحتوى العلمي بتاعنا في السنين اللي جايه، سواء الـ3 سنين او الـ5 سنين الفندقي. طيب بعد كده اتنين، التخزين بالتسليج، بنخلي الماده الخام تتلج خالص وتكون درجه التجميد فيها من 2 ل 38 فهرنهايت. كده احنا نزلنا، بس التجميد بالتفريز او بالتجميد ده او بالتتليج ده بيبقى ده اقل درجه من ايه؟ من التاني، من 2 ل 38 فهرنهايت. تمام، للاطباق الجاهزه. طيب نيجي بعد كده للتخزين البارد، ايه هو التخزين البارد؟ مش احنا عندنا تجميد وتبريد؟ يبقى احنا لما نخزن دلوقتي في ثلاجه بارد ممكن نحط فيها سلطات او نحط فيها سناكس زي ما احنا قلنا. تمام، لازم يكون التبريد بتاعها ايه؟ مش تجميد، يكون تبريد هوائي عادي زي الثلاجه اللي احنا نحط فيها الميه بتاعتنا. نفس المثال، هو بنحط فيها ايه الخضار والفاكهه بتاعتنا او السلطات بتاعتنا جاهزه في التبريد، وتكون درجه التبريد 4 درجة مئوية للخضروات الطازجه. ليه؟ الخضروات الطازجه بتاعتنا. يبقى احنا بنخزن هنا الخضروات او السلطات بتاعتنا او الفاكهه بتاعتنا في درجه حراره كام؟ 4 درجة مئوية. تمام، نيجي بعد كده نتكلم على رقم 4، التخزين الجاف. التخزين الجاف ده اللي احنا اتكلمنا عنه ايه مع التقطيع الجاف، بنقطع الخضروات بتاعتنا ونصفيها من اي ميه وننشفها كويس جدا ونحطها في اكياس، بعد كده ايه بنخزنها تخزين جاف، وتكون درجه حرارته حراره الغرفه، يعني ما يكونش ولا هو عالي قوي ولا هو بارد، درجه حراره الغرفه العاديه. تمام، زي الثلاجه بتاعه التبريد، ما بتزيدش عنها او تنقص في الدرجه المئويه بتاعتها. تمام، نيجي بعد كده اهم التجهيزات للمخازن، اهم التجهيزات ايه للمخازن؟ واحد، انواع مختلفه من الموازين. يبقى انا كده عندي ايه انواع مختلفه من الموازين، الموازين الكبيره عشان تساع احجام اللحوم الكبيره جدا. تمام، وانواع الدواجن، سواء الدواجن بتيجي في حوالي ركات كبيره، بتيجي مثلا بال 25 دجاجه او الفرخه جوه الراك، فما ينفعش فيها الموازين الصغيره اللي هي بتوزن كيلو و2 كيلو و3 كيلو، فعندي كده هنا موازين ذات احجام ايه كبير. طيب مثل موازين الجزار، مثل موازين الجزار للاوزان الثقيله والخضروات، ودي بتبدا من 20 ل 50 كيلو. تمام،
وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ألقاكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله. ميرسي.